انا اعتقد انه الفتره القادمه سوف يشدد المجلس العسكري، وواضح انه الجوله الخارجيه لصلاح قوش انه ادت الضوء الاخضر انه نحن مع المجلس القوي ولا نريد اي انفراط امني في السودان، وبالتالي هذه مره اخرى ادت دفعه للمجلس العسكري ليتشدد. الشيء الثاني انا اقول انه الموقف المصري بالذات، طيب الموقف المصري هم الاستخبارات المصريه هي التي تعرف دواخل الحاله الداخليه للسودان، والراي بتاع الراي المصري يختلف عن الراي الاماراتي في انه لابد من عدم المساس بالامن السوداني، لانه الامن السوداني يعتبر هو الركيزه الخلفيه للامن المصري.